أستاذ محمد، مشكلة الحاضنة السياسية للحكومة أصبحت واضحة للعيان. ما مدى يعني مستوى المراجعة التي تحتاجه قوى الحرية والتغيير لتلعب دورها كما يجب أن يكون، يعني صح التعبير؟ في تقديري أنه ضعف أو بطء عملية التغيير التي حدثت في السودان تتحملها بشكل أساسي قوى الحرية والتغيير. من الواضح أنه قوى الحرية والتغيير تواجه أو تعاني من صعوبات وتحديات كبيرة على المستوى الهيكلي وعلى مستوى التنظيمي، وده واضح من خلال أنه خلال الفترة الماضية قوى الحرية والتغيير كان يحكم باسمها وليس لها من الأمر شيء، وهو وضع يشابه المؤتمر الوطني في أخريات عهد النظام المخلوع. قوى الحرية والتغيير في خاصة في ظل تأخر تشكيل البرلمان هي ليست لديها تأثير سياسي يسكر، أو حتى لديها مواقف حاسمة في ظل القضايا الكبيرة مثل قضية التطبيع مع إسرائيل أو مزالة الإصلاحات الاقتصادية أو غيرها، في ظل وجود السلطة التنفيذية والمجلس السيادي وما يكون مع بعض المجلس التشريع المؤقت، فتم تمرير معظم القرارات الكبيرة حتى دون مشاورة قوى الحرية والتغيير أو تم حسمها، مما أدى إلى العديد من الصعوبات. والحرية والتغيير بتعاني مشاكل على مستوى الهيكل، بتعاني مشاكل على مستوى التمثيل السياسي والتوازن بين تأثيرات القوى السياسية وحجمها زي ما حصل بالنسبة لحزب الأمة، بتعاني حتى على مستوى التمثيل كان على مستوى تمثيل الحركات المسلحة، وده أدى لخروج الجبهة الثورية في وقت ماضي وقبل عودتها، وأدى أيضا هناك يعني غياب للآليات الفاعلة التي يمكن الاحتكام إليها لحسم الخلافات. ده زي ما ظهر وأدى لخروج الحزب الشيوعي، وزي ما أدى للانغسام الكبير داخل تجمع المهنيين لأكثر من 3 مجموعات. أعتقد أن قوى الحرية والتغيير إذا لم تتدارك الموقف فيعني يمكن أن نقول أنه ستكون مات السريرية. طيب، هنالك اتجاه آخر، خلافات الأمة مع مركزية الحرية والتغيير تبدو جوهرية، ونستطيع أن نقول أنه يصعب الاتفاق حولها. يعني هل يمكن أن يعود حزب الأمة إلى العمل داخل هذه المنظومة مجدداً، وأنه سيظل يغرد خارج السرب كما يقول مراكب؟ طيب، في تقدير أنه الخلاف بين حزب الأمة وقوى الحرية والتغيير هو خلاف بسيط، ليس معقد أو ليس خطاب يعني خلاف جوهري. حزب الأمة هو مؤثر وهو موجود حتى في ظل الفترة الأخيرة، كان موجود داخل أجسام قوى الحرية والتغيير وظل لديه تمثيل، أيضا ظهر تمثيل لحزب الأمة على مستوى مجلس الشراكة، موجود حزب الأمة موجود على مستوى التشكيل الوزاري الأخير، تم هناك توافق بين قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، وتم إعطاء عدد من المقاعد لحزب الأمة في عدد من الوزارات المهمة والحيوية. أيضا موجود حزب الأمة على مستوى الولايات، هناك عدد من الولاة يمثلون حزب الأمة، فالحديث على أن حزب الأمة ليس جزء من قوى الحرية والتغيير هو حديث غير دقيق. بالعكس، يمكن نقول أن هناك توافق واتفاق كبير بين حزب الأمة وقوى الحرية والتغيير بشكلها الحالي على مسار عملية التغيير. يعني برأيك هل يبدو حزب الأمة يعني متماسكا في رؤاه وأفكاره، ويمكن أن يقدم يعني على غير ما يبدو بالنسبة لكثير من الناس؟ يجب أن نميز بين المواقف التكتيكية والمواقف الاستراتيجية. نعم. لكن من الناحية الاستراتيجية أعتقد أن حزب الأمة هو مع قوى الحرية والتغيير هو داعم لعملية إنجاح الفترة الانتقالية، بل هو جزء من الفترة الانتقالية. التغيير الذي حدث على مستوى الحكومة خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى تغيير المعادلة من حيث التمثيل الوزاري الذي كان يستند على حكومة الكفاءات أو ما يعرف بحكومة التكنوقراط إلى حكومة سياسية بامتياز كما حدث في التشكيل الأخير، حزب الأمة كان جزء أساسي منها، والآن يمكن أن نقول أنه قوى الحرية والتغيير باتت جزء أساسي من الحكومة، ولا يمكن لها أن تلعب على الحبلين، أن تكون في الحكومة وأن تكون في المعارضة في ذات الوقت. حزب الأمة الآن جزء أساسي من الحكومة. نعم، إذن يعني هذه الخلافات الموجودة لا يمكن أن تؤثر على موقع حزب الأمة وعلى مواقفه التي يمكن أن يقوم بها. لا تؤثر بأي شكل من الأشكال، وحزب الأمة هو موجود في قوى الحرية والتغيير ومؤثر ويتفاعل مع قضايا قوى الحرية والتغيير المختلفة.